تطلع لهم الضار هنا بعد ال 40-45 تبدأ عندنا هشاشة العظام اللي هو شنو هشاشة العظام؟ يصير العظم مالتنا صار يعني بدون هذه الغذاء اللي يغذيه الفيتامينات فضروري قدر الإمكان نحاول نمنع العظم أكثر ما حتى لا يتعب نحاول ناكل الفواكه والخضروات ويا ريت الخضروات الخضرة يعني هذه إيه نفس فائدة كلش يعني فوائد غنية لها للجسم بالنسبة لهشاشة العظام ضروري ناكل كذا ما تبعجل ناكل خبز ما تبعجل دجاج ضروري انه ممارسه الرياضه مو انه نروح للجيم مو اشكال المهم انه حتى مثلا الرياضه نفسها تقدرون تطلعون تطلعون على على القهوه تقعدون بس النساء يحرروا 50 خطوه يوميه بالبيت يتحركون المهم حتى لا يصير عندهم يعني يعني تتلبس بالشحوم وبعدين ينزل كرش ورجلين تتاذى وما يقدرون يمشون ضروري انه هذا صحيح الشمس الصبح شوي تصير يعني بارده خاصه هاي الفتره الواحد يبدا يجوز 10 دقائق الى ربع ساعه تاخذ فيتامين يا ريت المره تنزع يعني الحجاب مالتها الرجل او يعني شويه يكشف ايدينا رجلينا حتى نستمد فيتامين دي ان شاء الله شكرا جزيلا الان اشكرك.